يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. كالعادة عندنا أخبار كتير متعددة على مختلف الأصعدة، تحديدا الصعيد المحلي وأيضا العالمي. وقبل كل ده، أهم أخبار بالنسبة لنا هي أخبار النادي الأهلي، هتكون معانا على مدار حلقة اليوم بالكامل. لكن دايما اللي بيكون مهم أيضا بالنسبة لنا هو تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة. وسؤال بيتعلق بإيه هو أجمل هدف شفته في 2020، وإحنا مع نهاية هذا العام ومقبلين على عام 2021. كل عام وحضراتكم بألف صحة وخير، وإن شاء الله يكون عام جديد سعيد على كل المصريين والوطن العربي والإسلامي ككل. فبالتالي هننتظر تفاعل حضراتكم معنا من خلال سؤال الحلقة على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وإنستجرام. نبتدي الأول بأهم عناوين حلقة النهاردة. طيب، في ترند الأهلي، الفريق الأول يستأنف تدريباته على ملعب التتش. الترند المحلي، اللجنة الأولمبية تعلق البطولات بالصالات المغلقة. أما في الترند العالمي، حرب كلامية بين صلاح وكلوب. طيب، خليني أبتدي مع حضراتكم، وبما أننا في مستهل الأسبوع الجديد وأول حلقات الترند هذا الأسبوع، فبالتالي في مباريات عديدة في مختلف الدوريات الأوروبية وكمان الدوري المصري المحلي. بالنسبة لنا مبارياته كلها مثيرة وجيدة في الحقيقة، فهطلع على حضراتكم المباريات اللي بتتعلق بدوريات المختلفة النهاردة. خلينا نبتدي بالدوري المصري، وتحديدا النهاردة في ماتشين. في ماتش بيتلعب دلوقتي ابتدى في هذه اللحظات بين الانتاج الحربي والمقاولين العرب، ده ابتدى الساعة 5 بالظبط. وفي مباراة الساعة 7:30 بين مصر المقاصة والمصري، مباراة مهمة جدا للفرقتين. أما في الدوري الإنجليزي، في عدد من المباريات الهامة، ليستر سيتي ومانشستر يونايتد عفوا، ده اتلعب خلاص، ابتدى الساعة 2:30 وانتهى بالتعادل الإيجابي 2-2. وفي مباراة ابتدت في هذه اللحظات بين أستون فيلا وكريستال بالاس، بيستمر غياب نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه بسبب الإصابة، إن شاء الله يعود سريعا، لكن محمدي ممكن يكون متواجد سواء في التشكيل الأساسي أو الاحتياطي. مباراة تعتبر مباراة قوية ومهمة لأستون فيلا اللي بادين موسم جيد جدا. أما المباريات الأخرى، ففولهام هيلعب ويست أو ساوثامبتون تحديدا، ودي مباراة ابتدت أيضا في هذه اللحظات. أرسنال في الساعة 7:30 مساء مع تشيلسي، مباراة مهمة جدا. ومانشستر سيتي مع نيوكاسل الساعة 10، وفي نفس التوقيت شيفيلد يونايتد مع إيفرتون أيضا من المباريات المهمة. وده الأسبوع أعتقد رقم 15 في بطولة الدوري الإنجليزي، أحد أهم البطولات اللي بيتابعها عدد كبير جدا من جماهير حول العالم. لكن جديد النادي الأهلي وآخر الأخبار اللي تتعلق بالفريق الأول لكرة القدم واستعداداته للمباراة المقبلة بعد بكرة بإذن الله تعالى أمام الاتحاد السكندري، وكل التفاصيل والأخبار اللي تتعلق بالفريق هتكون معانا بعد الفاصل بإذن الله، استنوني. قبل ما أتكلم عن الجديد اللي بيتعلق بالنادي الأهلي، خليني أتكلم عن خبر مهم جدا وبيان غاية في الأهمية من اللجنة الأولمبية المصرية، وده بيان خرج النهاردة وهو مهم جدا في الحقيقة في إطار مواجهة ومكافحة فيروس كورونا، وبالتحديد البيان ده بيتعلق بألعاب الصالات. فخلينا مع بعض كده يعني إيه نتكلم في البيان في تفاصيله، لأن تفاصيله مهمة جدا النهاردة، ودي قرارات تعتبر كمان من اللجنة الأولمبية المصرية، وبيتكلموا بيقولوا تعليق إقامة جميع البطولات التي تقام بالصالات المغلقة اعتبارا من تاريخه، اعتبارا من النهاردة يعني، ويسمح بإقامة البطولات في حالة قيام الاتحاد المسؤول. بص بقى بعض الحالات والشروط المهمة عشان المباريات تقام داخل الصالات. قال لك إيه؟ قال لك في حالة قيام الاتحاد المسؤول عن اللعبة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، أدي واحد اللي هي الإجراءات الطبيعية اللي احنا كلنا عارفينها، دي رقم واحد. ورقم اتنين، استخدام نظام الكبسولة المغلقة. اللي هو إيه نظام الكبسولة المغلقة ده؟ اللي هو جميع الفرق المشاركة في البطولة في فندق واحد طول فترة البطولة. يعني أنت دلوقتي عندك بطولة معينة، فهتجمع الفرق كلها اللي مشاركة في البطولة دي تبقى موجودة في فندق واحد طول فترة إقامة هذه البطولة. وبالتالي إن أنت لما هم موجودين في فندق ده هيبقى في عمل مساحات اللازمة ليهم كلهم بشكل دوري للحد من فرص انتشار الفيروس، وذلك هيكون تحت إشراف ومتابعة رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المسؤول، والتقرير يكون رسمي ومعتمد من سيادته من رئيس الاتحاد. تمام؟
دي من ضمن الحاجات. قال لك كمان ايه، لا تقام البطوله الا بعد اعتماد الاجراءات الاحترازيه، يعني انت بعد ما تعمل كل الاجراءات دي لازم تعتمد بشكل رسمي من اللجنه الطبيه الخاصه بالاتحاد المسؤول عن اللعبه، واللجنه الطبيه باللجنه الاولمبيه المصريه، لازم هم كمان يعتمدوا كل هذه الاجراءات قبل ما تلعب اي حاجه، وتحديد مكان اقامه البطوله ومكان اقامه اللاعبين ووسائل الانتقال، يعني انت تبقى محدد البطوله هتبقى فين واللاعبين في انهي فندق وهيتنقلوا ازاي من الفندق للملاعب. وكل هذه الامور في الحقيقه غايه في الاهميه، ومكان المنافسه ومكان الاقامه، يعني الحاجات دي اللي لازم يكونوا عارفينها بشكل دقيق جدا. يلتزم كمان الاتحاد بتسليم نتائج المساحات لجميع المشاركين في الحدث من لاعبين واجهزه فنيه واداريه وحكام الى يعني الاتحاد المسؤول عن اللعبه هو اللي هيلتزم بتسليم النتائج الخاصه بكل المساحات اللي بتتعلق بعناصر اللعبة بشكل كامل، على أن يتم عمل المساحات من خلال جهات معتمدة، ولا يسمح بالدخول أي فرد إلى مكان المنافسات بدون نتيجة المسح. يعني أنت دلوقتي أي فرد عايز يدخل مكان أو صالة مغطاة فيها مباراة خلاص تم اعتمادها، الشخص ده اللي هيخش لازم يكون معاه البي سي آر إن النتيجة بتاعته سلبية، فبالتالي يسمح ليه إن هو يكون متواجد أيا كان مين هو الشخص ده. هو كده كده مفيش جماهير أعتقد، لكن في كل الأحوال سواء أنت بقى مسؤول أو أي عنصر من عناصر اللعبة أو ما شابه ذلك، يعني لازم يكون معاك البي سي آر. تعليق إقامة أي تجمعات للمنتخبات الرياضية أو معسكرات إلا في حالة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، يعني الفترة الجاية مش هيكون في أي تجمعات للمنتخبات ولا أي معسكرات ليهم إلا إذا إن أنت واخد كل الإجراءات الاحترازية واستخدام نظام الكبسولة المغلقة برضه للاعبين المقيمين بالمعسكر أو التجمع، مع الحفاظ على نظام المساحات الدورية وتحديد كمان دورية المساحات، يعني كل قد إيه هتعمل المسحة دي بواسطة اللجنة الطبية، هي اللي هتحدد الكلام ده، اللجنة الطبية بالاتحاد المسؤول واللجنة الطبية للجنة الأولمبية المصرية، هيبقى في تنسيق ما بينهم بخصوص دورية هذه المساحات. وأخيرا اللجنة الأولمبية المصرية، وده في ختام بيانها وقراراتها، قالوا إن اللجنة الطبية بها ترجو من جميع الاتحادات والفرق الرياضية بالالتزام بالتعليمات حرصا منا على سلامة جميع أبنائنا من الرياضيين وحتى انتهاء هذه الجائحة بإذن الله تعالى، ورجاء طبعا يكون في التزام بكل هذه الأمور لأن ده أمر هام. لكن خلينا نروح كمان لوزارة الشباب والرياضة اللي كان ليهم أيضا بيان مهم بعد بيان اللجنة الأولمبية، واتكلموا من خلاله وقالوا إن الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المتضمنة بنظام الأكواد المعتمدة من قبل اللجنة الطبية العليا بالوزارة الخاصة بإقامة مختلف الأنشطة والبطولات، يعني في تأكيد على موضوع الإجراءات الاحترازية، وده أمر يعني مفروغ منه. إتاحة إقامة البطولات والمنافسات الرياضية وخاصة الدولية منها بالصالات المغلقة، يعني ده قرار بالنسبة لهم، يعني أعتقد مش عارف يعني هم قصدهم إيه بالظبط، لكن خلينا نقرأ البيان بالتحديد. يعني إتاحة إقامة البطولات والمنافسات الرياضية وخاصة الدولية منها بالصالات المغلقة، يعني عادي هتلعب بطولات دولية في الصالات المغلقة، ده أمر متاح بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة زي ما هم إيه قايلين كده. أخذا بعين الاعتبار ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاهتداء بالنظام الطبي والإجراءات والضوابط الاحترازية والتي تم الاتفاق على العمل وفقا لها ببطولة العالم لكرة اليد والمقرر إقامتها في مصر يناير 2021. أفهم أنا إيه كده من النقطة دي؟ أفهم إن مفيش أي تأجيل لبطولة كأس العالم المقرر ليها من 13 يناير حتى 31 يناير المقبل، فبالتالي ده تأكيد من وزارة الشباب والرياضة، مع التأكيد أيضا على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتفق عليها والمتبعة خلال الفترة اللي فاتت عشان البطولة تقام بشكل طبيعي بإذن الله، ضرورة التزام جميع الهيئات الرياضية بتطبيق نظام صارم لعمل المساحات اللازمة لجميع المشاركين من لاعبين وإداريين وفنيين وجميع أعضاء المنظومة المشاركة ضمن فعاليات أي بطولة رياضية تقام بالصالات المغلقة. ده تأكيد برضو على الجزئية دي، إن لازم هيبقى في مساحات دورية بشكل منتظم لكل عناصر اللعبة سواء لاعبين إداريين جهاز أي حد. آخر حاجة اتكلموا فيها قالك ضرورة اعتماد الإجراءات الاحترازية الخاصة بالبطولات من اللجنة الطبية العليا برئاسة الدكتور محمد سلطان بالتنسيق مع اللجنة الطبية بالاتحادات الرياضية المصرية واللجنة الأولمبية، هيبقى في تنسيق كامل ما بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد المسؤول عن اللعبة مع الدكتور محمد سلطان، ومن خلالهم هم اللي يعتمدوا نتائج المساحات
وبالتالي يدوا القرار بإقامة المباريات أو عدم إقامتها، وذلك في ضوء الأكواد الصحية والدلائل الاسترشادية لوزارة الشباب والرياضة واللي تم الإعلان عنها مسبقا. طيب يبقى احنا كده شفنا قرارات اللجنة الأولمبية ووزارة كمان الشباب والرياضة، لكن في اتحاد كرة الطائرة أصدر بيان، وبيان في الحقيقة هام جدا، وقالوا ايه؟ هو بيان مقتضب يعني مش طويل قوي، واتكلموا قالوا ان بناء على خطاب اللجنه الاولمبيه المصريه وخاصه بتعليق اقامه جميع البطولات بسبب انتشار فيروس كورونا، قرر الاتحاد المصري للكره الطائره ارجاء جميع بطولاته لجميع مستوياتها داخل الصالات او خارجها للموسم الرياضي 2020-2021. لحد امتى بقى؟ من النهارده او من بكره اللي هو يوم الاحد لحد يوم 16 يناير على أن يعاد تقييم الموقف بعد هذا التاريخ. يعني أنت دلوقتي من بكرة هتوقف كل حاجة بالنسبة لك لحد منتصف شهر يناير يوم 16 تحديدا، لما توصل يوم 16 بإذن الله تعيد تقييم الوضع وبالتالي تاخد قراراتك، وده تعليق من اتحاد الكرة الطائرة على بيان اللجنة الأولمبية المصرية. لكن كمان اتحاد كرة السلة أصدر بيان مهم واتكلم في عدد من الأمور، وقال إن وبيعلن ان خضوع جميع الانديه لمساحات طبيه ده امر خلاص مؤكد، وتاجيل مباراه الدوري مرتبط 24 ساعه، لاي مباراه كانت هتقام النهارده خلاص اتاجلت لمده 24 ساعه. وخلال البيان بالتحديد قال لك اصدر مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله برئاسه الدكتور مجدي ابو فريخه بيانا رسميا عصر اليوم السبت بناء على الخطاب الوارد من اللجنه الاولمبيه الخاصه بمواجهه انتشار فيروس كورونا بضروره اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه. والبيان المجلس كالتالي: بناء على الخطاب الوارد من اللجنه الاولمبيه 26/12 والخاص بمواجهه انتشار فيروس كورونا بضروره اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه والاستراتات الصحيه المتضمنه الاكواد المعتمده. يعني في اتفاق على الجزئيه دي، ده امر مفروغ منه، يعني انت كده كده كلنا بنواجه فيروس كورونا، كلنا بنكافح هذا الفيروس، فبالتالي هتاخد كل الاجراءات الاحترازيه وهتكون اجراءات مشدده في حاله ان انت حابب ان يكون او يكون في اي مباريات في الصالات المغطاه. ففي قرارات من الاتحاد المصري لكره السله: واحد، عمل مساحات لجميع الفرق المشاركه في نهائيات بطوله الدوري العام الممتاز الف والمرتبط رجال وسيدات والمقامه على صاله نادي القناه خلال الفتره من 26/30/12، تاجيل مباريات بطوله الدوري العام الممتاز والمرتبط الف سيدات والمقامه اليوم 26/12 الى يوم الاحد 27/12. المباراه اللي كانت تبقى النهارده في دوري كره السله سيدات بدل ما هي النهارده هتبقى بكره، وده لفرق السيدات فقط. كمان ثلاثة، استكمال باقي المباريات طبقا للجدول المعلن سابقا، فتح باب التصعيد من مرحله 18 سنه و20 سنه الى الدرجه الاولى دون الاشتراط الى العدد وبدون الالتزام بمرحله واحده فقط استثنائي، وكانت اللجنه الاولمبيه المصريه، يعني بيشيروا لبيان اللجنه الاولمبيه المصريه. طيب حد دلوقتي يسالني ايه موقف بقى النادي الاهلي، فانا هقول لحضرتك تصريحات العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، واللي قالها من خلال موقع في الجول. قال ان احنا بنؤيد قرار الاولمبيه بتعليق مباريات العاب الصالات لحين تطبيق كافه الاجراءات الاحترازيه لمواجهة تفشي فيروس كورونا. اللي بقوله لحضراتكم ده موقف النادي الأهلي من بيان اللجنة الأولمبية المصرية. قال لك الرياضة، وإحنا طبعا تصريحات على لسان العميد محمد مرجان، قال لك الرياضة ليست هواية ولكنها مصدر رزق لقطاع عريض من الناس في المجتمع المصري، والحفاظ عليه وحمايته أولوية، وتطبيق الإجراءات يساعد على عدم التوقف في ظل انتشار كورونا. يعني بيقول إن إحنا لازم يعني نبقى مهتمين جدا بتنفيذ تلك الإجراءات علشان نحافظ على استمرار الأنشطة في مصر وعشان نكافح فيروس كورونا. وفي الحقيقة كلام محترم جدا من العميد محمد مرجان طبعا مدير التنفيذي للنادي الأهلي. ده باختصار كل ما يتعلق بقرار اللجنة الأولمبية النهاردة، وتعليق كمان بعض الاتحادات ووزارة الشباب والرياضة. خلينا نروح لفاصل سريع، بعديه بقى كل التفاصيل بخصوص النادي الأهلي. استنى. عندي موضوع مهم جدا عايز اتكلم فيه مع حضراتكم، وابتدي بيه الفقره اللي بتتعلق باخبار وتفاصيل النادي الاهلي. قبل ما اتكلم عن الاخبار تحديدا عايز اتكلم شويه عن مروان محسن والحملات المستمره على اللاعب والهجوم المبالغ فيه على رمضان محسن. هو مبالغ فيه في الحقيقه، واحنا لو نلاحظ كده كل فتره يعني بعض الجماهير قله من الجماهير بيمسكوا لعيب من اللعيبه في النادي الاهلي ويقطعوا فيه بشكل قوي جدا.
والكلام ده في الحقيقه مش في صالح الفرقه اطلاقا، وبيضر باللاعب وبالفرقه بشكل عام، لان اللاعب ده جزء من الفريق. فانت لما تفضل ماسك في مروان او اي لعيب في النادي الاهلي او في اي فريق اخر وتفضل تقطع فيه، الفرقه هي اللي خسرانه مش اللاعب لوحده. وكل حاجه بتوصل للعيب، ودايما بيتابعوا السوشيال ميديا ده زيهم زي اي حد فينا يعني. ففي كل الاحوال، في كل الاحوال انا مش بقول ان احنا ما ننتقدش مروان، لا، قناه الاهلي هنا ممكن تنتقد عادي جدا، او جمهور النادي الاهلي ينتقد، النقد ما فيش مشكله، بس يكون نقد بناء، نقد يساعد في تطور اللاعب داخل الملعب، نقد يساعده نفسيا في بذل قصارى جهده عشان يقدر يتالق ويساعد الفرقه. هل مروان محسن ما بيحرزش اهداف؟ لا، مروان محسن احرز بعض الاهداف مع النادي الاهلي، ممكن تكون نسبه اهدافه قليله لكن احنا لو لاحظنا كمان، لو لاحظنا ان كل مدير فني اجنبي بيجي بيعتمد بشكل اساسي على مروان محسن، فده معنى ايه؟ معناه ان من الجانب الفني ان هو لاعب جيد، مش موفق شويه في احراز الاهداف في بعض الكرات وتصرفه فيها. انا متفق مع حضراتكم، ننتقد وننتقد ومفيش مشكله، مفيش حد فوق النقد، انتقد براحتك خالص، لكن من غير تجريح، من غير هدم نفسيه اللاعب. ممكن تخلص عليه كرويا من خلال متابعته الانتقادات اللاذعه وانتقادات المبالغ فيها، فبالتالي اللي هيتاثر مش اللاعب بس زي ما قلت لحضرتك، واللي هيتاثر الفرقه ككل. وانا عايز اضرب مثل لحضراتكم، جت فتره من الفترات كان المحطوط تحت الميكروسكوب هو مين؟ ايمن اشرف. وايمن اشرف ده لعيب على قده، وما ما ينفعش يبقى يلبس تيشيرت النادي الاهلي، ولعيب ما لازم يمشي وبتاع، وقعدنا فتره طويله جدا كنا بنسمع عن انتقادات لايمن اشرف. دلوقتي ايمن اشرف فين؟ اي استفتاء السنه دي ايمن اشرف موجود فيه وبينافس عليه بقوه كافضل المدافعين في مصر، في منافسه قويه في الحقيقه مع الونش لاعب نادي الزمالك ومدافع نادي الزمالك. فدي ايمن اشرف اللي كنا بننتقده وبنقطع فيه بشكل مبالغ فيه، دلوقتي اللاعب عشان شخصيته قويه قدر، وكل لاعب بيختلف عن تاني، قدر ان هو يواجه هذه الانتقادات، قدر ان هو يثبت للجميع ان هو لعيب جامد جدا ومدافع لا غنى عنه، فعلا لا غنى عنه دلوقتي ايمن اشرف، لعيب اساسي وركيزه اساسيه سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر. فبالتالي نفس الحال بالنسبه لمروان محسن، وارد ان هو يكون في فتره مش موفق فيها، وارد ان تصرفاته في بعض المواقف ما تكونش جيده، مفيش مشكله، ممكن تكون فتره طويله برضه، اتفق مع حضراتكم، لكن مش من مصلحه الاهلاويه وفريق النادي الاهلي ان يتم التجريح في مروان محسن. النهارده او خلال الفترات اللي فاتت، الايام القليله اللي فاتت، قال لك اصل مروان طلب اجازه، وبعض الصحفيين للاسف الكبار طلعوا قالوا الكلام ده، كلام غير حقيقي بالمره خالص. مروان مركز بشكل كبير جدا مع الفريق، مروان كان عنده اصابه في الركبه بتتعلق ببعض الالتهابات في الركبه، نفس الاصابه بتاعت وليد سليمان. خلال الايام اللي فاتت دي لما الفرقه راحت النيجر تلعب المباراه بتاعت فريق سونديب البطل النيجر، كان هو وليد سليمان ابتدوا التدريبات القويه جدا التاهيليه واللي فيها احمال جامده، وقدر ان هم يادوها بشكل ممتاز، وخد حقنه في ركبته، ودي حقنه استشفائيه تتعمل كل 6 شهور للي عملوا جراحه الرباط الصليبي، يعني مفيش اي مشكله، لان البعض قال لك الرباط الصليبي يتجدد وكلام من ده، ده كلام غير حقيقي بالمره. بالتالي مروان محسن النهارده شارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا وجاهز للمباريات المقبله. بالتالي مطلوب ايه بقى خلال الفتره الجايه؟ ان احنا نقف في ظهره، نقف في ظهر اي لاعب لابس تيشيرت النادي الاهلي، عشان دي مصلحه النادي ومصلحه الفرقه، ده واحد بينافس على البطولات، وواحد بيساعد الفرقه في فوز البطولات، وساعد الفرقه خلال الموسم اللي فات في حصد الثلاثيه، يعني انجاز مش سهل يعني. فان شاء الله نتمنى له التوفيق، ونتمنى الدعم الكامل من كل الجماهير، جماهير النادي الاهلي، لان انا عارف البعض بس هو اللي بيحاول يهدم في اللعبه وينتقده بشكل لاذع. عايز اقول بعض الاخبار سريعا قبل ما اخد كريم. النهارده كان في مسحه الرابيد تيست للفريق طبقا للبروتوكول المتبع خلال الفتره الحاليه وقبل المباريات قبل كل مباراه، فبالتالي احنا عندنا مباراه بعد بكره امام الاتحاد السكندري، فالنهارده كان رابيد تيست ونتيجته باذن الله تطلع بالليل او بكره الصبح بالكثير. كمان النهارده كان في محاضره فنيه بالفيديو لكيفن جونسون، اتكلم فيها عن بعض الامور الخاصه بفريق الاتحاد السكندري، بعض السلبيات والايجابيات، وبالتالي اتكلم كمان عن المباراه اللي اتلعبت في كاس مصر واللي فاز فيها النادي الاهلي 2-1 على الفريق، فبالتالي مباراه صعبه جدا بكل تاكيد. كابتن سيد عبد الحفيظ كان ليه بعض التصريحات بيتكلم على نتيجه مسحه موسيماني وثلاثي الفريق اللي هم السوليه وقفشه ورامي، هتطلع النهارده بالليل بعد ما اجروا المسحه خلاص. وطمن الناس كمان كابتن سيد على تعافي وليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن الاصابه، وشاركوا النهارده في التدريبات بشكل طبيعي. بالتالي خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي والمتواجد بالاستاد مختار التتش، عشان يقول لنا كل الامور والاجواء اللي بتتعلق بتدريب النادي الاهلي وبدايه استعداداته لمباراه الاتحاد السكندري ان شاء الله بعد بكره. يا كريم اهلا بيك.
مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بك يا كريم، خلينا نطمن من خلالك على استعدادات النادي الاهلي، وخصوصا الفريق ابتدى النهارده استعداداته بعد اجازه 48 ساعه وبعد العوده من النيجر، استعدادات مهمه لمباراه غايه في الاهميه لا تقل عن مباراه الزمالك المؤجله اللي كانت المفروض تقام يوم الاثنين. فريق الاتحاد فريق كبير جدا وفريق محترم، بالتالي طمنا بشكل كبير جدا يا كريم على الاستعدادات. بالتاكيد طبعا يا امير، يعني مباراه غايه في الاهميه لفريق النادي الاهلي وتحدي جديد في بطوله الدوري العام. اكيد كنا بنامل ان كل مباراه تكون في موعدها، سواء مباراه الزمالك كانت تقام في الميعاد، النادي الاهلي ما عندوش مشكله هيقابل مين، على قد ما عنده الامور كلها تكون ماشيه بشكل مطمئن جدا وماشيه بشكل طيب، كل مباراه تكون في الجدول. لكن طبعا اكيد قرارات الامن بنحترمها بشكل كبير، الاستعدادات على قدم وساق. بالنسبه للنادي الاهلي لمباراه الاتحاد السكندري اللي هتكون ان شاء الله على استاد الاهلي والسلام يوم الاثنين الساعه 7:30، الجهد كبير جدا يا امير والتركيز على اعلى مستوى بالنسبه لكيفن جونسون مدرب فريق النادي الاهلي. يمكن زي ما اكدت وقلت انت محاضره فنيه النهارده كانت طبعا فيديو كونفرنس مع موسيماني، الراجل يمكن على طول لحظه بلحظه بيتابع مع الجهاز الفني بالكامل. والحقيقه طبعا يعني كيفن جونسون حابين ان احنا نشيد بيه ونوجه له الشكر، لان الراجل الحقيقه المباراتين اللي فاتوا ومجهوده الكبير مع فريق النادي الاهلي بيطمننا وبيطمن كل جماهير النادي الاهلي، وما بيكون في كفاءات بشكل كبير في الجهاز الفني، ده امر بيسعد كل الجماهير. وايضا كمان بيرجع لمجلس اداره النادي الاهلي وموسيماني ان في عدد من مدربين متواجدين، كابتن سامي يمكن على قدر المسؤوليه كالعاده، كيفن جونسون موسيماني في وجوده، فيمكن دي حاجه مطمئنه وبتطمننا بشكل كبير جدا مع الكفاءه والجهد الكبير والاصرار اللي بنشوفه مع لعيبه النادي الاهلي. يمكن انت اتكلمت على مروان، اتكلمت على وليد، حسين الشحات، الثلاثي النهارده يا امير متواجدين في التدريبات بكل جديه وبكل قوه. مروان بيعلن جاهزيته النهارده، كان مميز جدا الحقيقه في التدريبات، واضح اصراره وعزيمته، يمكن راجل مركز بشكل كبير. يمكن انت اتكلمت على اكتر من نقطه ان الهجوم والنقد، لكن مروان من اللعيبه المميزه جدا والممتازه جدا، محطه مهمه جدا. سوء التوفيق اكيد بيقابل كل اللعيبه، مش معنى ان انا ما احرزش اهداف ده امر يرجع لعيب، لا ده سوء التوفيق فقط. لكن مروان الحقيقه بيقوم بجهد كبير جدا سواء في البطولات الافريقيه وايضا كمان في بطوله الدوري العام، بجانب وليد سليمان كمان النهارده كان ظاهر بشكل طيب ورائع. كل اللعيبه دي بتدينا طمانينه وبتدي الجمهور طمانينه ان هي راجعه من جديد. حسين الشحات كان ظاهر بشكل طيب جدا النهارده، لسه بقى منتظرين بقى باذن الله ناصر يرجع لنا تاني من جديد، واجاي وكمان كريم نيدفيد ومحمود متولي ومحمد محمود، كل اللعيبه دي ان شاء الله باذن الله ترجع مع الفتره اللي جايه للدخول في المنتخب الافريقي بقى وكاس العالم للانديه، وامور عديده ومباريات عديده وبطولات عديده ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون على قدر المسؤوليه. النهارده كالعاده امير التدريب كان قوي جدا بعد الراحه اللي يمكن اعطاها الجهاز الفني، لعيبتنا وصلت فجر الخميس جمعه راح النهارده اول التدريب، بدا بالمحاضره ثم بدا الجزء بدني بسيط جدا، لكن الجزء الاكبر النهارده كان جزء تكتيك. النهارده الراجل عمل تقسيمه بطول الملعب، حاول ان هو يركز على التمركزات، الاخطاء في خط الظهر في التمركزات بالنسبه للهجوم، كان في تعليمات مهمه جدا لمحمد شريف ومحمد طاهر النهارده، وايضا كمان اليو ديانج. يعني الراجل بيحاول ان هو اكيد مع بيتسو موسيماني يكون في شكل للمباراه القادمه، سواء من التشكيل وبعض المهام كمان ممكن تكون مختلفه بشكل كبير جدا. ويا رب ان شاء الله بنتمنى ان النتيجه النهارده بالليل سواء لرامي ربيع على ليا موسيماني، يعني كل اللعيبه اللي فاتت طبعا ان شاء الله باذن الله تكون النتيجه سلبيه باذن الله مع لعيبه النادي الاهلي النهارده اللي عملت مسحه رابيد تيست قبل مباراه الاتحاد السكندري. لكن بشكل عام يا امير بطمنك وبطمن كل جمهور النادي الاهلي، لعيبتنا مركزه بشكل كبير جدا، مباراه الاتحاد السكندري محتاجه مجهود كبير طبعاً. والاهم من كده جمهور النادي الاهلي لازم يكون ورا لعيبه النادي الاهلي، التكاتف في المرحله القادمه ده امر مهم جدا، بنراهن على جمهور النادي الاهلي اللي عنده وعي كبير جدا للمرحله القادمه، كل اللعيبه عندها هدف، هنحافظ ان شاء الله على تحافظ على لقب بطولة دوري ابطال افريقيا، بطولة كاس مصر، وان شاء الله بقى الحلم الكبير ان شاء الله كاس العالم للانديه اللي باذن الله لعبتنا تكون فيه على قدر المسؤوليه، ونعمل شكل كبير ومفيش يعني حاجه كبيره على ربنا باذن الله ان احنا نكون ان شاء الله من ثلاثه اوائل او ناخد البطوله باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كريم سريعا عايز اعرف في برنامج الفريق حتى موعد المباراه باذن الله. مستمرة طبعا التدريبات، انت عارف يعني يمكن نقدر نقول بكره التمرين تجمع الساعه 2 ثم 3 عصرا هيكون للتدريب، ومن بعدها مباشره الى معسكر مغلق كعاده فريق النادي الاهلي استعدادا للمباراه اللي هتكون في استاد الاهلي يو السلام. الفندق قريب جدا كالعاده طبعا، الكابتن سعد عبد الحفيظ وتنسيقه المستمر على قرب الفندق من الاستاد الاهلي يو السلام. طبعا اكيد كنا بنتمنى زي ما بقول لك امير مباراه الزمالك تكون متواجده، لكن حساباتها خلاص انتهت بالنسبه للجهاز الفني، والحسابات الجديه جدا لمباراه الاتحاد السكندري، مدير فني على اعلى مستوى زي ما احنا عارفين، وايضا كمان بيتسو موسيماني مركز بشكل كبير جدا، اتكلم مع اللعيبه، ركز على الانطلاقه وركز كمان بشكل كبير جدا على النادي الاتحاد السكندري، عنده لعيبه مميزه جدا، عندهم سرعات، عندهم مجهود كبير، لكن زي ما بناكد كل مره امير بشخصيه النادي الاهلي وبالجديه والحماس واصرارنا الكبير اللي بنشوفه في التدريبات ينعكس يعني علينا ان شاء الله في المستطيل الاخضر، ويستطيع النادي الاهلي انه يحقق 3 نقاط يساعدوه بشكل كبير جدا في بطوله الدوري العام والاداء اللي بينتظره كل جمهور النادي الاهلي باذن الله. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي واللي كان معانا على الهواء مباشره من استاد مختار التتش عقب مران
الفريق اليوم واستعدادا لمباراه الاتحاد الاسكندري. كده اتكلمنا على كل التفاصيل اللي بتتعلق بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، لكن لسه تفاصيل الفرقه ما خلصتش واخبار الفريق على السوشيال ميديا كمان ما خلصتش، بالتالي هروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نشوف ترند الاهلي في ايه النهارده. يلا ترند الاهلي وكل الامور اللي بتتعلق بالنادي الاهلي على السوشيال ميديا. خلينا نبتدي بالاهرام وحسابهم الرسمي على تويتر واللي بيقولوا فيه ان موسيماني بيجتمع مع معاونيه بالفيديو استعدادا لمواجهه الاتحاد السكندري، وده امر فعلا بيحصل واجتماعات دايما مستمره عبر تطبيق زوم تحديدا، والكلام كله على كل الامور اللي بتتعلق بالفرقه قبل اي مباراه بياخدها النادي الاهلي حتى ان شاء الله موعد شفاء مستر بيتسو موسيماني. ان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل. نروح للوطن الرياضي واللي بتتكلم عن موسيماني يبحث عن بديل أفشة بعد فشل الخطه الجديده، قصدهم على الخطه الجديده اللي هي كانت في مباراه مثلا المحله ان احنا لعبنا 3 نص ملعب فما كانش في حد ليه دور محدد ان هو يكون صانع العاب، ودي كانت وجهه نظر للمدير الفني، لكن هنا بيتكلموا عن بعض البدائل سواء بتتمثل في طاهر محمد طاهر او وليد سليمان كمان بعد ما تم شفائه من الاصابه. عامه هنشوف ايه اللي هيحصل في مباراه الاتحاد السكندري ونتمنى لهم كلهم كل التوفيق. المصري الرياضي، الاهلي يحفز اللاعبين بزياده مكافئات الفوز في مونديال الانديه. احنا موجودين طبعا على كاس العالم للانديه ان شاء الله في شهر 2 المقبل، اول الشهر باذن الله، واكيد دي كلها اعتبارات بيفكر فيها لجنه التخطيط للكره المسؤولين عن الكره في النادي الاهلي، وهيشوفوا الانسب ايه وهياخدوا لك ان شاء الله. نتمنى لهم كل التوفيق في هذه البطوله، واحنا عندنا سقف الطموح زاد شويه بعد فوزنا كمان بالثلاثيه وعندنا فرقه محترمه وجيده جدا. لكن خلينا نيجي للخبر ده، خبر يلا كوره وحسابهم الرسمي على فيسبوك بيقولوا مصدر يلا كوره الاهلي ينتظر رد سان داونز على عرض ال 2.5 مليون دولار لسيرينو. انا ما عنديش اي تعليق على الجزئيه دي في الوقت الحالي، لكن كل اللي اقدر اقوله لحضراتكم ان كل اللي في صالح الفرقه اتعمل وبيتعمل وهيتعمل من قبل المسؤولين في النادي الاهلي. كل اللي في صالح فريق النادي الاهلي اتعمل وبيتعمل وهيتعمل بالنسبة لفريق النادي الأهلي، وده اللي بيقوم به المسؤولين في النادي الأهلي، طمنوا من الجانب ده بشكل كبير جدا بغض النظر على الأسماء يعني. فده بالتحديد كل ما يتعلق بترند الأهلي. طيب خلينا أقول لحضراتكم كمان خبر مهم جدا، وهو بيتعلق بأن الكابتن محمود الخطيب يسافر إلى الإمارات لاستلام جائزة نادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط اللي هي جائزة جلوب سوكر، وده أمر طبعا يدعو للفخر، وأكيد النادي الأهلي يعني يستحق هذه، وهنشوف بإذن الله كابتن محمود الخطيب وهو متواجد بما أنه نجم وأسطورة كبيرة جدا في القارة الأفريقية في كرة القدم مع أساطير كمان كبار هيكونوا متواجدين في هذا الحفل الضخم، وهم أساطير من مختلف قارات العالم. ألف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل. يلا الترند العالمي، وابرز حاجه فيه هي تصريحات مستر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول واللي بيلعب ليه طبعا نجمنا المصري محمد صلاح، وواضح ان في حرب كلاميه. مش عايزين نضخم الموضوع قوي علشان برضو حرصا على مسيره نجمنا المصري محمد صلاح، مش بتكلم بان احنا يعني كاعلام مثلا ممكن ناثر بشكل كبير، طبعا احنا اعلام مؤثر، لكن الاعلام العالمي كمان بياخد كلام كتير جدا وتصريحات مختلفه، والاعلام المصري ازاي بيتناول الجزئيه دي، فاحنا مش عايزين نضخم الحدث قوي. تصريحات من صلاح كانت في جريده اس الاسبانيه الاسبوع اللي فات، ليها تصريحات اخرى في المقابل لمستر يورجن كلوب. فخلينا نبتدي بيه في الجول واللي بيقولوا ان كلوب بيعلق على مشكله القياده مع صلاح، بيقول لو ارتكبت خطا فهو بعدم منح اوريجي الاشاره في ذلك اليوم، واحنا عارفين في ماتش من اعتقد ماتش ميتلاند الدنماركي كان خرج مش متذكر مين كابتن الفريق في هذا التوقيت، اعتقد هندرسون ولا كان غايب، المهم يعني المفروض كان ياخد الاشاره، كان صلاح معتقد ان هو المفروض ياخد هذه الاشاره لكن اداها مستر يورجن ترينت الكسندر ارنولد. فبالتالي النهارده كلوب بيعلق على الجزئيه دي، قال ما كانش المفروض اديها اصلا لارنولد بس كان المفروض اديها لاوريجي كمان مش محمد صلاح. لكن احنا لسه مستمرين مع تصريحات يورجن كلوب واللي قال لا نرغم احد على البقاء ولماذا يريد اللاعب الرحيل عن ليفربول، وهو بيتكلم هنا في متن الخبر مثلا ده من خلال في الجول، لا يمكنك ارغام الناس على البقاء، لم نفعل ذلك ابدا بالمناسبه، ما حصلش ده مننا قبل كده، الامر يتعلق بالتوقيت والوقت المناسب والتغييرات اللي بتحصل وكلام من ده. فايضا بيعلق على الكلام الكتير اللي كان خارج بخصوص
خروج محمد صلاح من ليفربول، واخيرا كمان من يلا كوره سريعا قال السبب الوحيد لمغادره اي لاعب ليفربول في الوقت الحالي هو يكون الطقس، لان احنا بندفع فلوس كويسه ومن اكبر الفرق في اوروبا وفريق بياخد بطولات، فليه ايه السبب اللي يدفع اي لاعب ان هو يرحل على ليفربول؟ عامه هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه، لكن المؤكد بنسبه كبيره ان صلاح هيكون مكمل مع ليفربول هذا الموسم. هنشوف بعد هذا الموسم ايه اللي هيحصل، هيروح ريال مدريد ولا برشلونه ولا هيكمل في ليفربول. نتمنى ان هو يهدى لان مصلحته مهمه جدا بالنسبه لنا. اخيرا خليني اخد تعليق حضراتكم وتواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقه اليوم، وايه اجمل هدف في عام 2020 من وجهه نظر حضراتكم؟ امام قال ايه احسنهم في الجانب المحلي، هدف وليد سليمان الاول بلقاء الدور الثاني. قريا هدف حسين الشحات امام الوداد باياب نصف النهائي الافريقي. الاغلى هدف افشه امام الزمالك في النهائي طبعا. داليا قالت هدف حسين الشحات في الوداد وهدف افشه في الزمالك، هما في الحقيقه اثنين هدفين رائعين جدا جدا. طيب ده كان تفاعل حضراتكم معانا، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج باذن الله تعالى. استنونا، الى اللقاء.